باش تزعل حدا بس حومة تخطر على بالك لو عرفاني اللي مخد بالك لكن ترديك خطة ورسمناها وصارت دورناها لكم يودار دورت عليها ويا خسارت تعبت مليك خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هديك خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هديك روق لشو تزعل حالك بس حومة بتخطر على بالك لو عالبالي اللي مخد بالك ما كنت رديك خطة ورسمناها وصارت دورناها بالكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارت تعبت مليك تعبت مليك مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج دروب وهروب. رزان كتير لابق لك الأحمر اليوم. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ببرنامجكم دروب وهروب. شوفوا شو محضرينكم. يلا أول شيء بشركتنا نحن صدفناك اليوم أول شيء بالشركة لتشارك أيضاً أصدقائنا الفنانين برنامجنا رن ورن أو ممكن تحت اسم مؤقت ممكن نسوي طرف ويرن يعني نحن نشوف حسب فبدنا نترك هلأ شوي لأننا نسمع طارق الخطيب بطريقته الخاصة بس لنتعرف هدوء يا شباب بس يا طيب بلا أستاذ بلا بطيخ نسمع طارق عمار خلص سمعونا طيب أول بقى أستاذ أنا نعم حفيتوا لا اجيتوا لعنا بس ما اتصلتوا شوي على الرسائل شو وقت صوتنا وقت صوتنا خلاص خلص ما بدي اسمع حدا فضونا هون المساء ما بتمنتج معي لا بدي منتج لا ما بتمنتج عيد انا شو عم بشتغل هون عيد انت مخرج بس انا هلا صاحب الشركه خلينا سمعنا لا انا بدي بلش انا لا حول ولا قوة يا اخي بدي اسمعه انا بدي انا مدير الشركه انا ببطلها انا مدير الشركه حفيت لاجيت انا ببطل عود روح شوي علي ما خلي بطل خليني استنى ما دخل بدي بلش انا هيك انا مدير الشركه انا بفرض انا بشيل انا بحط انا بعمل انا بخلي ليش بدي انا مشان شو بتخلي لي بس بخلي اللي انا بيحبني واللي بدي اياه بخليه هون معي بالشغل ما بدي اياه خلص كله معه مدير الشركه كيف مدير الشركه ترز على راسي روح شو ساوي لك عفيت ولا اجيت لا لحتى ترجيت ولا ترجيت بلاقي غيرك ما انا بلاقي غيرك هلا بتصل بمدير اه بتلاقي غير مدير اي تغيير شركه اي قدام الفنان بس لهدي شوي قدام خلينا نسمع انا بدي بلش من الاول ما بدي اسمعك لا انا بدي بلش ليش انت انا كل يوم انا مدير 5-4-3-2 ليش دائما بتبلش انت انا هيك لا بقوم شو لك يا وجه الملاك انت حبيبي يا وجه الملاك انت حبيبي منو الخلاك تهجر قلبي يا اغلى البشر يا بدر التمل قلبي هواك يا اغلى ملاك يا اغلى الناس يا اطيب قلب يا داري بقلبي قلب المحب بعدك أجاسي يا أغلى ناسي اسمع 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 يعني شو مساء الخير مساء العنبر مساء السينما مساء الدراما معنا نجم الغناء ونجم سوريا ونجم الطرف الأستاذ شو طولي مالك شو لا في يا ويلي يا ويلي لا بدنا هلي هاي سمعت يا يوكي يلا 5-4-3 نسمعها يلا
يلا 5 4 3 2 تفضل استاذ طارق جمال الخطيب. بعدك عن عيني بكاني زود لي بقلب جراح وين محبتنا يا غالي انا من بعدك مرتاح. بعدك عن عيني بكاني زود لي بقلب جراح وين محبتنا يا غالي انا من بين الناس حبيتك من بين الناس وبكل اخلاص اغليتك وبكل اخلاص من بين الناس حبيتك من بين الناس وبكل اخلاص اغليتك وبكل اخلاص حبك شرب دمي نساني كل همي حبك شرب دمي نساني كل همي خلى حياتي غير من بين كل الناس. في إحدى الليالي وبينما هي غارقة في بحر الإنترنت في إحدى الليالي وبينما هي غارقة في بحر الإنترنت تبدأ الآلام تصرخ كي ينبهها لتصرخ الفنان بسام كريدي مثلك الأعلى في الطرب والغناء قدوة بالفن. هل هو خجلا من انه يعني انه حدا يحكي له انه اذا ما قالت هالكلمة لا عيب؟ لا لا فلماذا تعتبره مثل تعتبره الضم في الأول والكثرة في الأخير تعتبره مثلك الأستاذ مين؟ إيه يعني حلو فلماذا تعتبره مثلك الأعلى؟ على هو بمعنى الكلمة صوته عالي يا شباب. هل هو يعني أعجبت فيه يعني بالاستاذ بسام؟ هل هو انه انتوا نفس الطول ولا انه نفس نفس الملابس ونفس الاصوات ونفس الحركات ونفس اللا الرجوع الى الماضي واللا رجوع الى الحاضر؟ تفضل. عندنا فنان بدنا نعمل حاضر كيف يرى السيد طارق الخطيب وضعه بالنسبة للأستاذ بسام كريم؟ أنا مدير الشركة، مدير شركة روس إنتاج فني صابع مع الخطيب معنا مدير إنتاج محمد السماك معنا محمد مع الشباب كلهم مع المصورين. بدنا نعرف منك بمختصر مفيد قيام كيف بتشوف هالقصص وما هي سيرتك الفنية؟ ماذا فعلت؟ ماذا اشتغلت؟ ماذا عملت؟ شو هي الأمور اللي سويتها لنعرف نعمل كونترا ونضيفها مباشرة ونحفظها مباشرة ونرسلها مباشرة لنعرف حالك أنت عملت؟ أستاذ جلوب جلوب عجلونا عجلونا قيام استاذ قيام استاذ قيام جلوس قيام استاذ وقف بس لشوف طوله 85 العمر طول 85 اجباري لانه بدنا نحطك على ميزان وعلى الطول اذا صعد الميزان طلعت عن المسرح
ثلاث ساعات انت القدوه الفنيه والمثل الاعلى. هذا هذا اخي استاذي حبيبي. تفضل تفضل انا اجيب لك انسي. تفضل انا بيجمعني في كل محبه. تفضل غنونا هلا اخي سوا يجمعني في كل محبه. انا بدي احكي شغله على هالشركه. ايه هلا انا بالبدايه اللي فتت حسيت انه الموضوع مقلب. حسيت استاذ حسام ايوه لا معلش شوي انه انا بالاول حسيت انه الموضوع مثل المقلب اللي قلت لك عليه الموضوع. لا بس اسمع ايوه لقيت الشباب كثير طيبين وانا بالنسبه لطارق طارق اخي هو سماها هون في وجوهنا مظبوط احنا نحن هون شلون حبيبي اعتقد المصاري شو شغل شركة روز عم تدفع بس الوقت اللي حكى رشحت طارق سلامة قلبك ايمن يلا ما جدية باي انا بالنسبة لي يعني طيب ما لا بس في شغلة ما سمعت منك شيء ما صارف ما سمعت يعني لا مو أغاني ما سمعت منك شيء حكي هو أكيد أنا نازل أصلا لا هو شوف خجلان بجوز إنه خجلان بالبداية ك يعني إنه شافهم أول مرة وهيك مزح وكذا فكر إنه أخوة أنا صار مزان حبيبي هل تسلم عليهم باليد أم لا تسلم عليهم؟ ليس عندك إجابة فلا تتفضل في الإجابة فجاوب عنه أستاذ مصطفى يعني سؤال طبيعي يعني شخص يعني هلا معلش معلش تفضل نعم شو خص السؤال هلا بموضوعنا احنا أنا بدي أشوف الزكاة تبعك شوف الزكاة تبعك شو خمسة أربعة ثلاثة اثنين أستاذ ريمون إلى الموقع إلى الكرسي السفر بالنسبة لمصاريف السفر وجواز السفر وقصص هي أنت عليك أنت بالنسبة لأنك مصاريف الأكل كمان عليكم يعني بدك تطلع بالطيارة أو بالسيارة أو بالبحر كلنا السفر كله عليكم عنا عقودنا هيك ميزة تروح 10 أيام تشتغل حفلة واحدة بتطلعك عليها 500 دولار ما اشتغلت ال 10 أيام هي ميزة بتعطينا 500 ما زادنا نحن بيعطينا وفاضل طبعا كليب باك السنة أو هلا ممكن يكون كليب بالسنة كلها ممكن يكون ولا كليب يعني بالمشاربع هي انه بتطلع اذا صار شغل بتشتغل انا برايي استاذ انه بس انت حطه بصوره الصراحه وضعه 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 انا بسالك شغله استاذ انا كانا مثلا لن اعجب به ما دخل اوكي مش بغير استاذ بس نفس القوه بس هذا لا يحيز لنا انه ان نضعه في بوتقة يعني انه نقبله في اللامجرية انا قلت لك انا كل موضوع ما فيني الان انه بقى شو رأيك نضال طارق طارق ممكن يجيب كليب تاخده لي 300 ليرة ممكن كليب تاخده لي 1000 ليرة يعني هذا شغلنا شكرا لك انت كنت معنا ببرنامج لطيف هو برنامج كاميرا خفيه اسمه مبروك يا سالي ليه ما تستمع شكواي انت قتلتني بجفاي وحزنك يزيد بواي يا سالي
لك يزيد هواي لامون كل البشر لاموني كل البشر يا برنامج ضرب هروب عقصتك وياي. انت علم اسم كبير وانا بالعكس بحاجه الشركه يعني لك ليكبر اسم الشركه. هلا انا قلت لك امبارح استاذ احمد عن موضوع الشركه انا حسام بدنا نعمل يعني دفعه اغاني مش اغاني شبابيه ظريفه حلوه بدنا بس بدنا كلمات هي الساخنه اللي عندك الكلمات المهيوبه اللي بتطلع من القلب يعني وعندنا دفعه مطربين من الاصوات الحلوه انت انا بعرفك يعني ما بقى فيها بس اسم كبير الكلمه في حس كبير عندك فنحن بدنا نشتغل على هذا الاساس انا وحسام بس تلبكنا وحكيتك امبارح انا وخفت كثير اليوم ما تحسنت شيء هلا قلت له حسام هالمره جديه يعني جد اي لا لا هذا كان العمل كله هيك من ورا لا جدي شركه جديه حبيبنا على راسي يستمو يا غالي استاذ احمد ما له يلا جاء تفضل شرب شرب تفضل تفضل لا خلاص خلاص بيجي انا لك الله بيجيبه على اخر بيشرب الاثنين استاذ احمد انا لازم بس ما سيدي بتعزمه هلا عندنا استوديو صغير نحن وفي ناس مهندسين صوت اسراف بدنا نسجل كلماتك مظهر بدك تحط تقلب كله بهالهذا العمل بدك بجوز انت كبير بس بدك تكبر اكثر ما بالشركه لانه على مستوى الوطن لا ليش معك معنا بالشركه انا وياك شركه ليش حل شو بلشنا حسام من هلا معي بالشركه ما سوى ما انت ما انت عندي يا مو طبعا لا ما انا لك شغله كيف انا فايت معك بالنسبه لا يا انت شغيل انت ليش عم تفهم العالم كله فايت معك بالنسبه بالشركه حبيبي هلا ما هلا بدنا هلا بعدين 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 بنحكي يلا هي الشركه وين مركزها هي وين حتى اخذتوا المكان لا هلا نحن قعدنا هون وان شاء الله مكتبنا تحت يعني هون بالمول يعني بس انه بس مشان العلاقات وال مستقبل العالم ليش كل الشركة لألك يعني أنت ما بسطوا الشركة لألي؟ ما فرق هلا ما فرق هلا ما أبنين الشركة أنتو لا 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 هي الشركة لألي هي شركة ما اسمها طماطين توماتين دا هي توماتين كلمة اسبانيولية توماتين مغزى إيطالي بحت يعني جاي من تبع الأطفال كان يطلع طمطم كمان طمطم هي غير بس هي توماتين ما كناها إلا هذا الإسبانيولي الله يذكره بالخير ما عاد شفته ما بان هلا عاد انا ما لا خلقوا غير الاسم هذا طماطين لا طماطين هي كلمه اسبانيه بحته حرفيه صار يعني بتعني انه الموهبه الشاب كلمه يعني الموهبه لا لا ايوه فرحتنا كلماتك بالموضوع وشيل الشركه تبعنا طماطين شو هالطلة المهيوبة انت وعم تطبخي مقلوبة يوم ما قلينا البتنجان وفحت الريحة عدروبة والله ألمان شركة طماطم نحن شركة فنية بتحرف فيها الغنية شركتنا يا بيت الكل والهوية سورية من وعلا حلو 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 يا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا فيكم عندما بتجي الكهرباء فينا نقول شيء كمان شيء رومانسي هي شو داير امبارح قال لنا اياها هذا المطرب الجديد قال شو بده كلمات هي شو فقاعة اي بدنا شيء فقاعة يعني يفقع جاينا مطرب هيك شوي حساس بده شيء يفقع بده يفقع الفقاعة الفنية انه ينفجر على يعني كلهم هيك يعني مثل واحد صاروخ درجت المدارج درجة درجة لما رحت اتجاهه وصرت فرجة وفلشتي لقلبي ألف فلجة وفلجة ويا مهيوبة تبخي مقلوبة ورحت اتجاه عامل المقلوبة هلا ما المقلوبة والخيار وبندور عمل التبولة يعني تفضل استاذ احكي قال لي يلا تفضل شو المقلوبة نعم مزح تفضل شو مثلا هيك شيء بس مشان نشتغل هي مشان نطلع قال الاول للثاني في دباني بشل ثياني قال الثاني للاول لا تخليها تتجول قام ال...
الثاني ولا الاول؟ خربطنا نسيتها والله. آل الأول للثاني. شخي ما في اشكال الاول والثاني ما بينزعجوا. ايوه فعسل الدباني واسبها بالنص وماتت هي وقرفاني. انا عندي قاعد بالمطبخ على كرسي بس ما حلوه؟ حلوه. لا عشان لا اوكي انت شاعر بس انا كمان ما بحب حدا يتمسخر علي. حاسك عم تمسخر علي استاذ عمر. انا هاي من طالعين من قلبي هذول. اطلعي وانزلي وانزلي واطلعي لا تسالي عن اسمك انت ما نزلتي وطلعتي. انا دغري بطلع هشام. الحمد لله مبين بسم الله مواهبكم رائعه. شو بتجي بس بتجي شو بتجي بس بتجي شو تبع البنايه الشباك كسرتي قلبي كسرتيه كسر وانحرتي الخنجر فيه نحر ولا وحوشي الغصن الزيتوني ولا تكبي الورقه والكياس الزبالي بالنهر. هو في مهندسي وجبل مهندسي وجبل فيزياء انا بقول لك فيزياء كانت بتصعبك انا شلون جبت البكالوريا ما بعرف الفيزياء يا زلمه. لا تسالي عن اسمك ولا تقولي اسمك. شوف الاخ لا تسالي عن اسمك ولا تقولي اسمك. لو سالت عن اسمك قبل اسمك. اي قبل اسمك قبل اسمك شلون استاذ؟ بسم الله العظيم انت تسوي وطني تربعي على عرش قلبي وبنتخبي بنتخبي مجشم. شو استاذ عم سمعنا طيب؟ والله العظيم انت يا اخي سر وطني ما في داعي تسمعنا. شو اللي سمعنا؟ يا ما رحتي يا مجيدي ويا ما رحنا ومشينا. هاي الحان لا هي الحان بس هي الحان وجارين فيك عشان وطننا فيك كنت شعرنا حبيب قلبنا ورفينا والواحد بيقوى برفيقه واخوه صح ولا لا؟ هيك انا حاسس انت والاستاذ نحن استاذ من جايبينا انت لا انت وحسام شعوركم شغله شو صار فيكم؟ انت بس تعال لحظه نجيب السباحه الواحد بيجيب رفيقه ليساعده بنوصل يتمسخر علينا. ظابط انت انسان كبير فنحن بدنا نكبر باسمك فاذا ما عندك شيء اللي ما بيطلع بايدي فنحن بنحط الكلام انا وياه بنحطهم باسمك. شلون هيك؟ اذا ما عندك شيء بنحط الكلام انا وياه بنحطهم باسمك. اسمع استفاد من اسم الاستاذ احمد. شفت اللي قلتها تبع المقلوبه هي نهر اي بنحط اغنيه كوميديه فينا نحطها باسمك او تبع الحلاوه او تبع الحلاوه هي تبع شو بتطلع المقلوبه انتوا عم تحطوا في المقلوبه مستني ريحه الفنجان عم بتفوح على دروبي. مظهر انت عم بتجيني علي؟ لو بنحطها باسمك اول هي الثانيه تبع يا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا شرف لك يضول كهرباء هاي بنخليها نحطهم باسمك استفاد باسمك نحن جايين لك مو مشان تكتب جايين استفاد باسمك يعني انا كاتب شيء بس ما راح احط تاليف مظهر جروج او تاليف حسام كنيف بدنا نحط مثلا تبع الشعر المقلوبي هو كله احساس وبتنجان او تبع الدبانه ايوه تبع الدبانه بنحط مثلا تاليف وكلمات الشعر احمد اذا موافق موافق مو موافق على بدنا نحطهم كاتبين صراحه شو بدك مصاري انت احوالك هلا شوي تعبانه على راسي انت كبير شو بدك؟ ايه بعطيني لا غير هيك نحن هلا بصراحه الشركه فاتين فيها انا وحسام منتجين منفذين عرفت شلون؟ منتجين منفذين فالموضوع كله نحن لاطين على في واحد منتج ما له في علاقه بشيء فاخذين منه هبشه مصاري كلهم رحبانين عليه قايلين نحن بدنا نشتغل فنحن كاتبين هدول قايلين نحن شعراء بدنا اسمك انه هدول تاليف احمد شحاده انه نحن دفعنا لك كذا يعني فانت بنعطيك نحن على الاسم نسبه معطيك نسبة من هدول الشعر يا مظهر الحكي ما أنا مظبوط هذا ما له شعر شو لباني وما لباني يا زلمي ومطلوبي و... شو هلا عم يكتبوا شعر مرعوبي منكوشي خد لك قرشين يا استاذ هلا شو عم يساوي يا بدغني عم بخر بدي زيرو حبيبي شو بدنا خلينا برنامج معين يا اخي نعرف نحط شعر لا انت ما راح تحط شيء كاتبين انا راح كاتبين وخالصين بس جايبينك اسم متوقع وتقبض لك قرش انا لازم نقول حسام انت مثلا والله العظيم اصدقائي ساعة مختلفين على الشركة، ساعة انه انا نسمي كيف هذا بيقول شغيل عندي، هذا يا اخي بيقول انا مقلوبي ساعة حمادي شارع منكوش وقلبه بيرقب لما تشوف ابن الجرار هلا ما في ابن الصغار انت مندبره شوي شوي منكبره خلص حسام ما في امل نحكي مع هو قلبه اسمه مع احكي مع ايوه لا لا اعوذ بالله كل واحد اسمه منكوشي وعلى دباني منعوسي وعلى دورة وبطاطس دباني عم بطيب شو زلمين؟ قديش ياخذين من زلمين انتو؟ بس انا مرة كويس كثير 500 ليرة كويس نحن ما نقول لك ما نبلغ 1000 ليرة بس انتو قديش ياخذين من زلمين؟ هلا اخذين كمية شركة معناتها رأس مالها 5000 ليرة ما
انا بدي اشرب صح شو هيك الحجار اللي ما بيعجبك بفنجان ضيعان فنجان قهوه اي والله ضيعان صرنا بالقهوه صرنا قاعده هذا بجيب الخيوط على المساحه ويلي قهوتك قهوتك مشروبي ضيعان الخطوه اللي مشيناها بعدين انا كون كان رفقاتي انا تحملتهم لحد الان حبيب قلبي جيبوا اللي بدكم يا جيبوا اي واحد بالعالم اصلا هو هيك لازم الاول على شو بدنا مشان شو خسرنا الله يخليك عن التليفون وحدات فاضي بلا تليفون بلا الله نعطيك هذا حق الوحدات ونعطيك فنجان قهوه شو بدك والله شركه الطماطم ما بدنا هي طماطم لو سمحت اي اصلا ما بيجيك لانه بنذكر الاسم ما بيجيك اللقطه الا من كره الضيف ما بيجيك اللقطه الا من كره الضيف شركة حيوانية هاي شركة زراعية شو خلاص بلا شوف الناس كانوا مشتركين بالحيواني أنا رجاء شو البرنامج هذا علينا الحق علينا اللي بدلنا اسمنا حبيب يا مرحبا أهلا وسهلا لا بدلتوا اسمكم لشيء أصلا ما لكم اسم وصل على مدخلكم بالشوارع شوي خلص حتى شوي طيب لو حدا غيركم أنا يعني كنتوا ورطون أنا ما بدي أغلط معكم كون لك أنت صديق وهو صديق أنا بدي أغلط معكم طيب أنا الأول حاسس أنه في ناس كلها بكل لاجل أنتوا عاملين فيلم نزلتوا على الشارع عم تعملوا فيلم بالباص عم تعملوا فيلم وقعلوا وقعلنا ها نحن الصوت على يا أستاذ حسام ما بسم لا 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 وقعنا أنه أنت كنت معنا ضيف ظريف ببرنامج اضرب وهرب جرحت قلوب لو مهما جرحت قلوب البرنامج حلو ومحبوب حلوين وفرحتوا الناس انتوا دنيا من الاحساس غرقتونا باول كاس لعبي حلو ضربه مشاهدينا حلقتنا اليوم خلصت على أمل أن نشوفكم بكرة بحلقة جديدة من برنامج اضرب وهرب باي باي, باي. هروي لشو تزعل حالة بس حومة تذكر على بالك لو عرفان اللي مخد بالك لكن تربي ورسمناها وصارت دورناها الكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارت تعبت مليت خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بكل حني عصبت عرفت الخبري ورجعت دي خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بكل حني عصبت عرفت الخبري ورجعت هديت روي لشو تزعل حدا بس حومة بتخطر على بالك لو عرفان اللي مخبالك ما كنت رديت بالدورة رسمناها وصارت دورناها الكاميرا ودار تعبت مليت تعبت مليت